أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مستمرين معاكم في جمهور التالتة وجي معادنا مع ملوك التلات خشبات مع كابتن أمير عبد الحميد. يا كابتن أمير أهلا وسهلا بيك، مساء الفل حبيبي يا هيما. أخبارك إيه؟ التان عامل شغل جامد كله تمام؟ حبيبي عندنا ماتشات كتير، خليني قبل ما أروح للماتشات عدي بس معاك كده على صراع بطولة الدوري. هل الموضوع بقى صعب بالنسبة للنادي الأهلي دلوقتي ولا لأ؟ بص، هو طبعا الامور بتتصعب شويه، ولكن الصعوبه في ابراهيم في اصابات اللعيبه المميزه في النادي الاهلي، مع هتبقى في غيابات مؤثره الفتره اللي جايه، بتفقد بناط في النادي الاهلي، بيفقد بناط مهمه جدا في ظل الصراع القوي بين نادي الزمالك وبيراميدز. اعتقد ان نتيجه بكره هتبين بعض الرؤية. ماتش بكرة ده هيفرق. طبعا النادي الاهلي مستني، ومتعرفش مين لو نادي الزمالك خسر موقف النادي هيبقى ايه. بيراميدز نفس القصة، هل الاتنين هيوقعوا بعض لصالح النادي الاهلي؟ انا شايف ان نادي الزمالك السنة دي يعني مركز جدا، و اللي مخليهم مقادين بشكل كويس هيما ان هما كانوا في امور صعبة جدا، دلوقتي بقت عندهم ثقة كبيرة جدا. كان عندهم غيابات في بعض اللعيبه، ما بقتش حاسس ان في غيابات. طلعوا ولاد صغيرين لعيبه كويسه جدا، ومن اهم الحاجات اللي عملها نادي الزمالك ان صعد سيف جعفر ويوسف اسامه لعيبه مميزه جدا. نيمار. عشان تجيب اللعيبه دي يا هيما دلوقتي بكم مليون نادي الزمالك، عشان يجيب لعيبه زي دي هتدفع كم مليون؟ لو كان دول ولاد النادي فاكيد هينفعوا نادي الزمالك في المستقبل. فانا شايف ان الدوري بقى يعني صعب بالنسبه للقمه، ومش هتحدد دلوقتي، لان خلي بالك ما تضمنش اللي هيحصل ايه اللي جاي. لسه في ماتشات كمان صعبه على كمان الفرق كلها، الاهلي كمان الصراع الهبوط مخلي الدنيا صعبه على الفرق ديت، لان الاهلي والزمالك والبيراميدز هيقابلوا الفرق ديت، والفرق بالزبط. دي هيبقى عندها نوع من انواع العند حتى تاخد نقطه، زي ما المقاولين كان عنده عند مع الاهلي بالظبط. هي زي ما انت بتقول بالظبط. ملوك التلات خشبات مع الكابتن امير عبد الحميد. عندنا طبعا ماتشين النهارده، وفي طبعا ماتش الاهلي والمقاولين والزمالك فيوتشر، وخدنا ماتش ام بي والمصري امبارح، والنهارده سموحه وغزل المحله. هنشوف برضو شويه حاجات كده حلوه. نبتدي من فين؟ عايز تبتدي ماتش الاهلي والمقاولين؟ الاهلي والمقاولين يلا. طبعا بيشهد طبعا رجوع ابو السعود، وفي حاجه محيرني شويه ان ابو السعود بقاله فتره كبيره جدا بيبعد، معرفش ليه، هل اسباب اصابه او اي حاجه، فانا مش عارف. يعني رجوعه طبعا اكيد بيبقى ليه قوه كبيره جدا في نادي المقاولين، فاتمنى التوفيق ان شاء الله. دي اول هجمه. بص هيما، هو اتعامل معاها بشكل كويس، ان الهجمه بعيد وشايف كويس قوي، لكن في اعاده عايز ابينها من ورا. بص هيما، بعيد طبعا عنده مساحه ان هو يقدر. بص من هنا، اقف بقى من هنا. هنا الحيطه واقفه غلط يا هيما. ليه؟ احنا قلنا قبل كده الحيطه اللي في النص المرمى دي بتبقى صعبه جدا. فالحارس بيجي يعمل ايه بقى؟ يقول لك انا تراي عندي في الشمال احسن، يبقى اجيب الحيطه شمال شويه بحيث لو تعبت من فوق. هنا ابو السعود بص عنده مشاكل في الرؤيه، هو مش شايف. وبص اما يجي علي يلعب كره، لو علي لعبها هنا بقوه هي جول. كمل الهجمه. بص الحيطه كمان عملت حاجه غلط وحاجه كويسه لابو السعود، غلط ان هي فتحت، وكويس ان ابو السعود يشوف. فدي كان لازم ابو السعود يخلي الحيطه تروح شمال شويه بحيث ان يشوف، لان لو اتعملت في الزاويه دي جول 100%. فطبعا اتعامل معاها بشكل كويس جدا. ماشي. طبعا دي كورنر. بص بقى هنقول حاجه، كمل يعني ارجع لي. بص الخطوه اللي خدها الشناوي دي، هو كان قلقان من لاعب المقاولين العرب. انا عايز اقول حاجه للشناوي برده تاني وهكررها. انا مش عايز الشناوي يلعب وهو قلقان، انا شايفه بيلعب وهو قلقان، شايفه بيلعب وهو مشدود. فدي طبعا طول ما انت مشدود قراراتك بتبقى صعبه. يعني طبيعي ان الكره زي دي يا هيما لازم الشناوي يوقف هنا ويطلع يركب الكره دي. بص اللاعب المقاولين هنا بالظبط، من غير بوكس يمسك عادي جدا، لان طبعا امكانياته البدنيه والستايل بتاعه وكل حاجه مميز جدا. لاعب المقاولين خد تركيزه هنا، فخلاه من البدايه خالص هو شناوي كده يعني مشدود، فقلق مع لاعب المقاولين خد تركيزه. بص الكره زي دي طبيعي ان الشناوي لو وقف في الجزء ده يطلع من هنا. برافو عليك يا هيما، ويمسك الكره بشكل كويس. لكن طبعا بخبره عملها. بص نفس القصه، اتعامل معاها بشكل كويس. لو رجعنا تاني هتلاقي نفس. خلي بالك، اقف بقى استنى معلش. نادي المقاولين او اي فرقه عارفه ان الشناوي الفتره الاخيره مشدود، وكمان حتى في عز شدته ان هو بياخد بوزيشن كويس وبيتعامل معاه بشكل كويس. فمع الشده دي كلها كل المدربين بيوقفوا حد للشناوي عشان ياخد من تركيزه، لكن هو اتعامل معاه بشكل كويس برد فعل كويس جدا، واتعامل معاه بشكل كويس.
طبعا في ناس هتقولي ليه مش بالعكسيه، لان هو طبعا هو راكب الكوره وطبيعي اي حارس تاني هيتعامل معاها بشكل كويس بالعكسيه، لكن هو مع الطول بتاعه قدر يتعامل معاها بشكل كويس. ماشي اللي بعده. طبعا لو رجعت بيها بس اقف بقى هنا، اللي ارجع لي سنه بقى معلش. فاكر هما لما قلنا ان اللعيبه كل ما تكون بره بتبقى الرؤيه كويسه جدا، حارس مرمى عنده مساحه، بص اتعملت كمل الهجمه، اتعملت ورا المدافعين تبقى صعبه جدا. هو واخد البوزيشن كويس جدا وراكب الكوره بشكل كويس ومتعامل معاه بشكل هايل. انت عارف يا ابراهيم اي حارس مرمى اما بيلعب ضد نادي الزمالك ونادي الاهلي بيبقى عليه هجمات، البدايه بتفرق معاه. لو بدا بكويس بشكل كويس بياخد ثقه ويبقى عايز كل الكور تجي له، لكن لو متعامل معاه بشكل وحش او بعدم تركيز الثقه بتروح منه في ماتش زي ده. طبعا هو ابو السعود كان راجع بشكل كويس جدا، وهنشوف احصائيه مميزه لابو السعود، وكان عامل لقاء هايل في بعض الاخطاء لبعده ولكن كان بيصلح، فدي حاجه كويسه جدا. دي الاحصائيات اللي معانا ابو السعود. 90 دقيقه في ماتش الاهلي، اجمالي التسديدات اللي اتعملت عليه 19 تسديدات على المرمى 7، اجمالي التصديات 7، ضربه الجزاء تصدى لضربه جزاء. طبعا ضربه جزاء يعني مميزه جدا وفرقت في الجيم و ماشي بشكل كويس. ماشي بشكل كويس جدا. وخلي بالك استمراريه ابو السعود وحارس موهوب، استمراريته بتفرق جدا مع نادي المقاولين. انا ما اعرفش ليه غياباته بيروح ويجي يروح ويجي. والمركز ده بيتغير فيه كتير جدا، سواء احمد العربي او حسن او ابو سعود. فانا شايف ان ابو سعود هو وجوده مهم جدا في نادي المقاولين العرب، وشفناه في اللقاء النادي الاهلي. نروح الماتش اللي بعده. طبعا عندنا ماتش الزمالك وفيوتشر. دي البنالتي اللي احنا اتكلمنا عليها. هو عمل حاجه، بص هنا بقى شايف اللعب اللي عمله دايما. لو رجعت سنه قبل علي ما يلعب، ارجع سنه قبل علي ما يلعب كمان كمان كمان، هات لي رؤيه علي وهو بيبص على ابو سعود، بس اقف هنا بقى، هات لي الاعاده اللي ورا، بص لحد وقت كبير جدا علي بيهدى ومن الناس بتاعه شوت بينالتي كويس جدا، علي مستنيه يروح الاول. بالظبط. بص بص اللعب اللي عمله ابو سعود ده، ده بص مع الرؤيه دي حيره فخلاه يلعب في الزاويه اللي هو عاوزها. ارتكاز ارتكاز ابو سعود على رجليه اليمين في الاول اداله طبعا ان هو يروح يعمل برافو عليك في الناحيه دي عليك. فعلي طول باله شويه لحد ما هو ما هيروح، برافو عليك. التاني كان بيموه وراح رمى نفسه ناحيه. بص بقى علي وهو بيشوط ما شافش ابو سعود، خلاص مش يعني الرؤيه كانت في الاول. فاهم ايه؟ ابو سعود خلاص برافو عليك خلاص راح الاتجاه. بص راح خلاص. وطبعا هو مميز، فرقت جدا في اللقاء. يعني انا بشوف ان الحارس مرمى بيأدي بشكل كويس، بتفرق مع فرقته جدا. زمالك وفيوتشر. زمالك وفيوتشر طبعا عواد وجنش. بص الهجمه دي يا هيما، جنش من الحراس الممتازين جدا. وقف لي بس استنى هقول حاجه على جنش، ولازم جنش يركز في الحته دي. جنش خبره كبيره جدا، حارس موهوب، حارس كويس جدا، بس عنده مشكله في التسديدات. التسديدات يا ابراهيم هو مش محدد هو بيعمل ايه، هل هيمسك ولا هيطلع بره. في كذا كوره هتلاقيه يتعامل معاه بالخبره بس، لكن الخبره دي ممكن تكلفه اخطاء وتزعله بعد كده في نتيجه اللقاء. كمل الهجمه، بص هي المسافه بعيده جدا، وامام المميزين جدا. هنا انا مش عارف هو كان عايز يطلع كوره ولا عايز يمسكها. بص هيما ما تعرفش. لو 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 هو ما عملش فولو كويس وزيزو هيروح هيبقى اسرع ويجيب جول. ماشي الكلام اللي بعده. هنشوفها كذا مره. طبعا دي تسديده مميزه برده من امام، تعامل معاها بشكل كويس جدا وتعامل معاه بالعكسيه بتكنيك هايل من جنش. كره صعبه جدا على فكره رغم انها في نص الجول، لكن صعبه. هنشوفها في الاعاده الاماميه. بص هيما اعاده امام من الناس بتسدد بطريقه غريبه جدا. بص الكره بتروح بتغير اتجاهها وهو كمان في وضع. بص الكره راحت فين، تحس ان هي بره، لكن هو اتعامل بشكل كويس جدا بالعكسيه. انقاذ هايل من جنش. طبعا دي هجمه. هنا بقى اللي انا بقول عليها هنا، هنا مش محدد اطلع بره واترمي ولا امسك ولا ايه بالظبط. هنا طبعا هو انقاذ كويس ولكن ممكن يكلفني منه مسك ولا منه رمى ورا ظهر ورا الملعب حاجه زي كده. هنا لازم اطلعها ورايح نفسي وبتراي يبقى شكلي كويس وانقذ هدف، لان طبعا الفولو ممكن ما يكونش في صالحي وازعل بعد كده على الهجمه. ماشي الكلام. طبعا نفس القصه هايلة. انت خدت بالك هو في التكنيك الاولاني عامل بايده العكسيه اليمين، هنا بالشمال. هو هايل في الحاجات اللي هي فيها رياكشنات، ولكن التسديد اللي من بعيد انا عايز اركز بالظبط. برافو عليك يا هيما. ده الجول. هو في حاجتين قلقوه شويه.
بص ده الجول، ارجع لي بقى بالكورنر الاولاني. بص اقف بقى، فخدت بالك يا هيما الكره فيها 2 في 1. ارجع بقى، دي كانت كورنر في الاول، انا عايز بس البوزيشن بتاعه. وهو زيزو خلاص هيلعب كورنر يا جماعه، رجعوا لي سنه بسيطه. زيزو بيلعب كورنر مش الهجمه هنا، دي الهجمه الثانيه. يعني انا عايز ارجع شويه يا ميم، ان الجول ده ارجعوا بال، بس اقف هنا. خدت بالك ده كورنر، البوزيشن بتاعه هنا، هنا طالما بيلعب يمينه هو متقدم قوي. لكن ده انا يا جماعه عايز اقول حاجه يا ابراهيم، يعني حاجه مهمه جدا. اللاعب ده هو وقف لي على القائم تحت ولا هو في السكس يارد؟ انا مش عارف، المفروض يقف تحت العرض. شوف عامل في جنش ايه، مخليه مش شايف الرؤيه. لكن لو بصيت هنا الكورنر هو داخلي برجله اليمين، ما تخش جوه. بص خليه يرجع تاني خلاص، وبعدين ركز في النهايه اوفسايد ولا لا. جه على الزاويه القريبه، كان قطع على الاوفسايد اصلا. بص يا هيما اقف بقى، الخطوه اللي ورا دي يا هيما دي اول خطا عملها جنش. الحاجه الثانيه ان الكره اللي فيها بند لازم اركب يا ابراهيم بايدي الاثنين واطلع الكره على الجنب. هو عمل خطاين، خطا اللي هيرجع بيه كمل، شايف؟ الحاجه الثانيه هو اتعامل معاها بايد واحده، هي هبان بايدي الاثنين، لكن هبان في الاعاده الثانيه ان هو اتعامل معاها بايد واحده. بص يا هيما ايد واحده ده غلط، وتراي لورا. لازم الكره زي دي اثبت خلاص مفيش حل ان انا ارجع تاني واتعامل معاه بشكل كويس واركب الكوره لقدام، لقدام ما ارجعش لورا وبايديا الاثنين. ماشي الكلام. لكن طبعا ما اقدرش اقول ان جنش الخطا ده منه 100%. بص بص يا هيما نفس الكوره، اقف اقف لي بقى، ارجع لي السنه بسيطه. بص شيكابالا لعيب مميز جدا، بص التكنيك بتاع شيكابالا، شيكابالا في الحاجات دي بيعمل كده وخلاص، بيبان ان هو بيتعمل في البعيده دي، مش عايزه تراي ولا اي حاجه، وعاوزه ان انا اروح خطوه وامسك الكوره. لان انا النهارده سيف جزيري، بص او مين ده، اوباما، سيف خطر، لازم جنش يحدد انا هطلع الكوره ولا هعمل ايه. بص كمل خلاص، هو واقف كويس جدا. الكوره دي ما فيهاش قوه الفظيعه، هي خلاص امسك الكوره بايدي، دي ممكن تكلفني هدف وتفرق معايا طبعا في نتيجه اللقاء. لكن هو طبعا كان بيأدي بشكل كويس وكان مستمتع بيلعب ضد نادي الزمالك القديم وعارف حافظ اللعيبه، فكان بيأدي بشكل كويس. امبي والمصري واحد طبعا، امبي طبعا البلعوطي وعصام ثروت، دي هجمه مميزه جدا بلعوطي اتعامل معاها بشكل كويس جدا. قعدت اجيبها يمين وشمال ان هو اقف هنا اقف، ممكن لو هو واقف بشكل كويس، هو كان بيلعب في الماتش ده البلعوطي بقلق شويه هنا، فقراراته كانت بطيئه شويه. لو هو واقف قدام شويه اقدر انا بثقه كبيره جدا واقدر اتعامل معاه. بص الكره فين؟ ماشي. في الساعه فوق، اقدر اتعامل معاه بشكل كويس. ولكن هو اتعامل في الثانيه كويس وانقذ هدف مميز. ده بالمناسبه احمد علاء اخو محمود علاء. بص الكره دي، ارجع لي بقى من الكورنر ابراهيم، معلش انا اسف، لان ده الهدف. اقف بقى هنا، بص يا هيما ده واقف بيعمل ايه؟ بعيد جدا جدا ملوش اي لازمه. ماشي. ده لازم يجي هنا. ماشي. لازم يجي هنا لان ده معاه واحد وده واقف كويس جدا. ده لو جه هنا كمل الهجمه، كمل، خلاه اصلا عارف طلع لوش. بص لوش، وده كان لازم يجي ورا شويه بحيث ان هو يتعامل بشكل كويس. عدت الكوره، بص هنا يا هيما كمل الهجمه، اقف بقى. انا ما ينفعش كحارس مرمى ابقى ظهري وشي للجول وظهري انا مش فاهم مين اللي جاي، ما ينفعش فاول ما ينفعش اي حاجه. كان لازم البلاط نفسي على الاقل يا هيما لو رجعت بالهجمه وهي عاليه على الاقل بايديا الاثنين وفوق القائم واخلص. يعني هنا بص هنا بره الملعب، هطلعها بره الملعب بالظبط، وانت الجول ده انت طالع بايديك الاثنين. بص برافو عليك يا هيما، انا بايديا الاثنين اعلى بكتير حتى لو دول طوال، ما ينفعش يبقى وشي للجول. صحيح. وما ينفعش ان انا اروح ضعيف، لان ده بيضعفني كحارس مرمى. ماشي. مع ان امكانياته البدنيه هايله وهو جول مميز وجول موهوب على فكره. اللي بعده بص هنا بقى العطف في الحاجات دي مميز جدا. لو رجعت ورا شويه طبعا هو بيضحي طبعا وبانكار ذات في الحاجات زي دي، بتلاقيه قطر في الحاجات، في حاجات معينه بتبقى محتاج ان انا اروح قطر واروح. بص ماليش حل، ما ينفعش اقف. في لقطات في بعض الحراس هنشوفها كان لازم يقف، هنشوفها ممكن في الماتش ده كمان حاله لعصام ثروت في الحاجات دي، انقاذ هايل من البلعوطي وضحى طبعا بوشه وضحى بكل حاجه ان هو راح بقوه، ما كانش ينفع يروح يقف. ماشي الكلام. اللي بعده طبعا ما فيهاش اي بينالتي ولا اي حاجه، انقاذ هايل من البلعوطي. دي تصويبه طبعا لعصام ثروت. الحاجات اللي زي دي هي مسافه بعيده جدا، لازم احدد يا جماعه انا همسك كوره ولا هطلع خلاص. انا من هنا ما اقدرش، انا حارس كبير بلعب في نادي كبير وهو حارس مميز، لازم الحاجات اللي زي دي هي
بتفرق مع حارس عن حارس في الامكانيات. انا النهارده كره زي دي لازم انا مقفل كويس جدا، لازم لو الكره قويه وانا مش همسك هيما في لازم اعمل امتصاص ليا قدام، امتص بيها لقدام وما اعملش الموقف ده. الموقف ده ممكن يكلفني حاجات كتيره جدا. اللي بعده هي دي اللي بتكلم عليها. بص يا ابراهيم عصام، كنت بقول لك يا هيما ان انا في مواقف معينه حراس المرمى لازم يتقلوا ويقف سنه، انت كمل كمل مهاجمه، لازم يجي اقف هنا بقى، اقف. لو وقف هنا يا ابراهيم هيتعامل معاه بشكل كويس، هو كمل فتح له الزاويه خلاص. سهل العمليه بالظبط عليك، برافو يا هيما. لازم الجول يروح خطوتين، لازم يبقى ذكي شويه. طبعا دي هجمه مميزه من البلعوطي، ولكن اللي انا عايز اقوله لو رجعنا بص ايوه كمل يا هيما من هنا يا هيما، شايف الخط؟ لا ارجع بقى سنه بسيطه معلش. كمان 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 كمان، بص هو كان واقف فين كمان. لو واقف هنا يا ابراهيم زي ما هو هيقدر ياخد الكره دي وهي عاليه، لكن كمل الهجمه. بص الخطوه اللي جه فيها هنا اخرته شويه، الكره عليت بشكل كبير جدا من هنا. يما لو هو في البوزيشن الاولاني كان يقدر يطلع ويقول بلعوطي، كان اللاعب المصري كان هيسيب له الكره وكان هيخاف طبعا، وكان هيتعامل معاها بشكل كويس. محله وسموحه، محله وسموحه طبعا، عمرو شعبان من حراس المرمى. فاكر هما قلت لك من زمان ان هو بيأدي بشكل كويس. الولد ده ممكن يكون في بعض المشاكل هيما في الاساسيات، ولكن هو بيلعب بموهبته، حارس مميز، واضح ان بيسمع وبيشوف وعنده يعني رؤيه ان هو يتحسن. بص هجمه مميزه هنا، هو وقف، اقف هنا بقى، هو وقف هنا بتركيز كويس جدا، اقرب حاجه للكوره دي هيما في الزاويه دي. لو راحت في الزاويه البعيده هيقدر يتعامل معاها بشكل كويس. هو عنده رياكشنات كويسه جدا جدا من الحراس مرمى، اللي عنده فوت ورك كويسه ومميز في الحاجات دي. اقف بقى هنا، ده طبعا هاني سمان، احنا طبعا بنقدم الحراس هاني سمان في سموحه وعمرو شعبان. كره زي دي هيما لازم انا حارس كبير، لو رجعت معلش سنه بسيطه كمان، معلش يا جماعه كمان كمان اسيب المدافعين خلاص. انا مش هينفع اخش في بطن اللعيبه هيما. بص كره خلاص المدافع والمهاجم قريب، يبقى انا كهاني سليمان عندي خبره كبيره بيأدي بشكل كويس السنه دي، ولكن حاجه زي كده ما ينفعش. اولا خطا ممكن اعمل بينالتي، هتعور، هيخش فيها جول، هيبقى شكلي وحش. لازم الحاجات اللي زي دي يا جماعه اللي جوال تتأنى شويه. طبعا ده رياكشن هايل من عمرو شعبان. الزاويه اللي زي دي يا ابراهيم تبقى صعبه جدا، انت مش عارف هيرفع اوفر ولا هيشوط في الزاويه القريبه، لكن عمرو شعبان اتعامل معاها بشكل كويس جدا وانقذ هدف مميز. طبعا بص نفس القصه هيما، بص الخطا اللي هنا، بص هاني سليمان هو قريبه من، برافو عليك يا هيما. في اتقل حاجه كمان، اتقل شويه حتى ما انا ما اعرفش هو عمل ايه هاني. برافو عليك يا هيما. بص هقول لك انا عمل ايه، ارجع لي بقى السنه بسيطه معلش انا اسف، خرج نفسه بره الجيم خالص. برافو عليك يا هيما. في الحاجات اللي زي دي انا كحارس مرمى خبره اعمل اللي عمله هاني ده، اقف اول حاجه لازم اقف. تاني حاجه كمل الهجمه هاني، اقف بقى هنا الجامب اللي عمله هاني كمان. هاني ما ينفعش يعمل جامب، ليه بقى يا هيما؟ الكره نزلت خلاص على الارض. يعني الحاجات اللي زي دي اعمل جامب لو كره عاليه وخلاص باينه. جامب عمله على ايه؟ على اساس ان ده هيعمله لوب من فوقيه. بص هو عمل لوز التاني بقى، طبعا لعيب مميز عمل ايه؟ خلاص خده بره لان الكره نزلت اهي على الارض. فكان لازم الهاني اول حاجه يتأنى، بص من هنا خلاص الكره قريبه للاعب، يبقى انا اقف. شفت الجامب ده على اساس انه هيعملها لوب من فوقيه. طبعا هو لعيب ذكي وخد الهاني على من اللاعبين اللي ماشيين كويس قوي. عبد الوهاب ده برافو عليك. بص جامب ملوش اي لازمه، كره حنينه خالص، كان لازم هاني يروح. بص خلاص انا قريبه من اللاعب، يبقى انا اروح واقف. الجامب ده على اساس ان هو يعملها لوب من فوقيه. اللي بعده دي التصويبه هايله من هاني. طبعا هي طبعا اوفسايد، ولكن انا بتكلم على الانقاذ الاولاني هايل من هاني، لان الكور زي دي بتبقى صعبه جدا. انا مش عارف الفيرود هيلعب في الزاويه البعيده ولا في القريبه، لكن قطم في اول مره بالظبط هيما. ان كره صعبه جدا اللي هي تبقى قريبه من الحارس المرمى، لازم تثبت ايدك هيما في الحاجات زي دي. والهاني عمل الصح، بص ثبت ايده، بص التثبيته دي مهمه جدا. أيوة جدا. أيوة. طبعا هاني والحراس مرمى المميزين الخبره بتلاقي المواقف اللي زي دي بخبراته يعني بتحسن اموره وبتخليه ينقذ هدف لفريقه. كابتن امير بشكرك شكرا جزيلا كالعاده، متالق يا صديقي العزيز. حبيب بشكرك أيما. شكرا جزيلا حبيبي ايمن، تسلم. لسه مكملين معاكم في جمهور الثالثه بعد الفاصل، وبعد ملوك الثلاث خشبات والكابتن امير عبد الحميد عندنا حوار فني مهم جدا مع الكابتن رضا شحاته، وخلونا نعرف الموقف عامل ازاي في اشتعال منافسات الدوري المصري، سواء على الصداره على الفوز باللقب او حتى كمان في مساله الهروب من الهبوط. خليكم معانا بعد الفاصل.